أمام مقر هيئة التحقيق والادعاء العام في مدينة البريدة احتشدت مجموعة من المعتصمين للمطالبة بالإفراج عن ذويهم الذين يقولون إنهم رهن الاعتقال منذ سنوات من دون محاكمة. وأعلن المتحدث باسم شرطة منطقة القصيم أنه تم القبض على حوالي 170 شخصاً بعد رفضهم الاستجابة لتعليمات رجال الأمن لإنهاء تجمعهم. وكانت تظاهرة أخرى نظمتها مجموعة من النساء في 27 من الشهر الماضي أدت أيضاً إلى توقيف واحتجاز عدد منهن، مما أثار غضب الناشطين الذين طالبوا السلطات بالإفراج عن المعتقلات. القضاء السعودي يقوم بإطلاق سراح أو الحكم بإطلاق سراح بعض هؤلاء المدانين، ومن ثم ترفض وزارة الداخلية إطلاق سراحهم. السلطات الرسمية نفت الاتهامات الموجهة إليها بالاعتداء على المتظاهرين، وقالت إن حملة الاعتقالات ترمي إلى منع من أسمتهم بالسلفيين من زرع الفتنة في البلاد. بريدة هي طبعا مركز العقيدة السلفية، وهم طبعا يعني في بعضهم أرادوا أن يذهبوا إلى سوريا وإلى العراق للجهاد، ولكن الدولة منعتهم، وبعضهم أخذتهم من الطريق وأعادتهم، وبعضهم ردتهم من بعض الأماكن واحتجزتهم وطلبت منهم أن يكتبوا تعهد بعدم العودة. يتهم الناشطون السلطات باحتجاز أكثر من 30,000 سجين لفترات طويلة لمجرد مطالبتهم بالتغيير السياسي. معظمهم لا يتمتع بحق الدفاع عن النفس ولا يحظى بمحاكمة عادلة. ويتوقع البعض اتساع رقعة الاعتصامات في مناطق أخرى من البلاد، لكن السلطات أعلنت عن عزمها التعامل بحزم مع أي وقفة أو تظاهرة تتعلق بملف السجناء السعوديين. نضال أبو مراد، بي بي سي.